دابا غير هو باش نوضحوا هاد الناس هادو، هاد الناس هادو يعدونا اكثر. حنا شحال من القحين في المغرب عندنا؟ 64%. اذا شحال عندنا باقي ما ملقحينش؟ 36%. اذا يشكلون خطر لانهم سينقلون العدوى بسرعه. هاد الناس هادو الغير ملقحين ينقلون 5 إلى 6 مرات اكثر. إيوه. عندهم خطر على المنظومه الصحيه. هاد الناس هادو الى مرضوا عندهم 11 مره ديال الحضوض بانهم يمشيو للانعاش، و11 مره ديال الحضوض باش يتوفاو. اذا كاين خطر على المنظومه الصحيه، لان هاد الناس هادو الى بقاو لنا غير 5 مليون ما ملقحينش، غادي يطيح فيهم 200,000 مريضة. فين غادي نديوها؟ نرجعوا لنفس السؤال اللي طرحناه في الاول، تسطيح المنحنى والطاقة الاستيعابية ديالنا. إذا هاد الناس خطر على نفسهم، خطر على الملقحين، وخطر على المنظمة. قال لك واحد هز كلاشنيكوف، واحد واحد قال لك واحد هز كلاشنيكوف، كيفاش تقدر تشكل عليه خطر؟ قال لك ديك 36% اللي مازال ما ملقحاش، ما ملقحاش كلها أغيسك. وهنا فين غادي نقبطوا الأطفال ديالنا، وغادي نجيو نقول لهم لأنك أنتم غادي تقدروا تسلموا الوباء لهاد الغير ملقحين والملقحين، ونبداو نخاطروا بالصحة ديالهم. ما خاطرناش بهم، نخاطروا بالصحة ديالهم. ما خاطرناش بهم، وهما ما تيطلبوا والو، ما خاطرناش. ما تيمرضوش. واش كاينة مخاطرة بالأطفال؟ ما تيمرضوش. ها أنت تو سو كي با نيسيسير ني با ريكوموندي، تو سو كي با يوتيل ني با ريكوموندي. اسمح لي غير نعطيك الاعراض الجانبيه. قلنا ان من 15 عام ما يجيهمش عقم، ما يجيهمش عقم. دابا 15 عام انا وياك نتلاقاو، لا انا وياك نتلاقاو، وما تعرفش انه اللي متيقن منه، اللي متيقن منه هو الكوفيد لون. الكوفيد لون عندنا ناس والاستاذ قدام طويل. الكوفيد طويل، طويل هذا كنعرفوا شنو كيدير. طويل يعني دوزت الكوفيد كتبقى العيا وكتبقى المضاعفات. لا لا ماشي مضاعفات. انا نعطي نعطي الارقام. عندك على 100 شخص 40 شخص من هاد الغير ملقحين ما كيديروا حتى اعراض، 60% كيديروا اعراض. في هذيك 60% 10% كيكون عندهم التهاب في المخ، وهذا الالتهاب في المخ شنو كيؤدي؟ لعدم التركيز، للنسيان. ولا بغيتي تسول الاستاذه فدوى هي قدامكم كحاله، اللقاح كيدير هذا الشيء ولا شنو؟ لا الفيروس، الفيروس كيدير هذا. هذيك المعطيات الشخصيه ديال فدوى، ما جبناش المعطيات الشخصيه ديالها. الفيروس اللي تعاملناه بشكل مبكر، كيفاش هذا النقاش هذا ممكن انه ننجحوه ويكون هادئ في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا النقاش اللي على كل حال كيبقى صحي؟ متفقين بالنسبه لي الساروت ديال هذا الشيء كامل اللي غيحلينا هذه المشكله هو التواصل. عندنا خلل في التواصل، خصنا اولا نسمعوا بعضنا، نعطي الفكرة ديالي، نعطي الرأي ديالي، ونسمع الآخر، ماشي بنية الإجابة، أم بنية أنني نسمع الآخر ونسمع وجهة النظر دياله. ما كاينش اختلاف أنني أنا شخصيا مع شخص لا كيف ما قلت قبيلة بغى يتخذ قرار أنه ما ياخدش تلقيح، ولكن كنشوف أنا إجحاف حق الناس أنهم يتخذوا ذاك القرار بناء على واحد المعلومة اللي هي ماشي 100% يعني مؤكدة صحيحة. اللي نقدروا نديره هو التوعية ديال الناس عن طريق الحملات، عن طريق التعليم، ممكن حتى في المؤسسات التعليمية نشرحوا لهم بزاف على لو فيروس. واخا دابا راه حاليا كاين الناس اللي ما عارفينش بزاف المعلومات على لو فيروس، لي زيفي ديال لو فاكسان، كيفاش كيتصايب، لي زيفي ديال الدواء، كاين مازال كيقول لك كورونا ما كايناش، لي زيفي ديال كل شيء. حتى غير نقطه اخرى، الصحافه الرقميه او لي سيت الكترونيك كيف ما كنعرفوا، كاين دابا بزاف ديال الصحفيين اللي ما عندهمش امكانيات، والصحفيات اللي ما عندهمش امكانيات باش يمشيو يديروا واحد الفورماسيون فيما يسمى الصحافه العلميه ولا فورماسيون فلا فيريفيكاسيون. هاد الناس ممكن نركزوا عليهم، ديروا لهم واحد التدريب كيفاش يقدروا يديروا لا فيريفيكاسيون ديال الصور، ديال لي فيديو، ديال تقصي الحقائق الى غير ذلك. ونقدروا ايضا كيف ما قلت يعني الجهات المعنيه تعمل واحد الحملات توعي بها الناس، وما غاديش نركزوا غير على التواصل. التواصل يكون ايجابي، وما نخليوش المعلومات تجي غير من جهات اللي عندها نيه معينه.